بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، أحمده بما هو له أهل من الحمد وأثني عليه، وأستغفره من جميع الذنوب وأتوب إليه، وأؤمن به وأتوكل عليه. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالطريقة السواء والمحجة البيضاء والشريعة السمحاء، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أتباعه وحزبه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحييكم جميعا أساتذة وطلبة بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقبل أن أشرع في الدرس، أهنئ أبناءنا الطلبة الذين التحقوا في هذا العام بهذا الصرح العلمي، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم ويوفق إخوانهم الذين سبقوهم والذين يأتون من بعدهم، ويوفقنا جميعاً لطلب العلم النافع، وأن يأخذ بأيدينا إلى العمل الصالح الذي يرضيه سبحانه وتعالى. كانت الدروس في العام الذي مضى حول الركن الأول من أركان الإيمان، حسب ترتبها في حديث جبريل عليه السلام، وهو الإيمان بالله سبحانه. وننتقل الآن إلى الركن الثاني من أركان الإيمان، حسب ترتبها في ذلك الحديث، وهو الإيمان بملائكة الله. وملائكة الله سبحانه عالم غيبي مما يحتجب عن بصرنا فلم تقع عليه حواسنا، وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن هذا العالم كما أخبرنا عنه الصادق الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم، فيجب أن نؤمن بإخبار الله تعالى وبإخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالغيب هي السمة الأولى من سمة المتقين الذين يهتدون بهذا الكتاب المنزل من عند الله. وقد قال الحق سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. وبهذا يفارق المسلمون المؤمنون غيرهم من الذين انحبسوا في مضيق هذا العالم المحسوس، فلم يؤمنوا إلا بما تمتد إليه أبصارهم وتسمعه آذانهم وتقع عليه سائر حواسهم. فالمؤمن يؤمن بأن وراء هذا العالم المحسوس عوالم أخرى هي أوسع من هذا العالم، وبإيمانه هذا يزداد قرباً وصلة بالله سبحانه وتعالى الذي خلق هذه العوالم، كما يزداد حباً لله و
رغبة في عباده في عبادته وحرصا على طاعته وخشية من عقابه. وقد جاء ذكر الملائكة في آيات كثيرة من آيات القرآن الكريم، منها ما تكرر في كثير من الآيات في كثير من السور من ذكر قصة آدم عليه السلام، وما كان من إيذان الله تعالى ملائكته بأنه سيجعل خليفة في الأرض، ومنها ما وصف الله سبحانه وتعالى ملائكته به في كثير من آيات الكتاب، كقوله عز من قائل: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. ويقول الله سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. ويقول عز من قائل في وصف هؤلاء الملائكة: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ويقول سبحانه وتعالى أيضا في وصف طائفة منهم وهم زبانية النار والعياذ بالله: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وذكر الله سبحانه الروح الأمين وهو من الملائكة وجبريل عليه السلام في آيات، منها قوله سبحانه: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. ويقول سبحانه وتعالى: نزل به، أي بهذا القرآن نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ووصفه الله تعالى بقوله: شديد القوى ذو مرة. ووصفه الله سبحانه وتعالى أيضا بأنه رسول كريم، قول رسول كريم: ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذه الصفات لجبريل عليه السلام. وبين الله سبحانه وتعالى أن الملائكة ينصرون عباد الله المؤمنين في القتال، سواء كان هذا النصر بالمشاركة في القتال كما قال بعض المفسرين، أو بتثبيت عزائم المؤمنين. فقد قال عز من قائل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقال سبحانه وتعالى: إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة مسومين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. منزلين بالآية الأولى. إذن نستخلص من هذا كله أن الملائكة هم خلق لهم كيان مستقل، أي هم جنس من جنس مخلوقات الله سبحانه وتعالى المستقلة، كاستقلال البشر
بطبائعهم وصفاتهم وأحوالهم، وأن هذا الجنس اصطفاه الله عز وجل بأن جعله جنسا بعيدا عن الشهوات، ولذلك لا يقع تحت تأثير الإغراء الشيطاني فلا يعصي ربه عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ونستخلص من ذلك أيضا أن هذا الجنس جنس له طاقات قوية تفوق طاقات البشر، وجاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن هؤلاء الملائكة خلقوا من نور، كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند مسلم، وجاء أيضا في الكتاب العزيز وفي الحديث النبوي ما يدل على أنهم يتكيفون. ولذلك قال العلماء في تعريف الملائكة بأنهم مخلوقات نورانية قادرة على التشكل. من ضمن ما يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في مريم: أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. جاء إليها في صفة بشر، وجاء أيضا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل عليه، فقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند الأئمة الربيع والبخاري ومسلم أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي يا رسول الله؟ قال: يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وجاء أيضا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي روته أم المؤمنين عائشة في تفسير الآيات التي في سورة النجم، في تفسير الآيات التي في سورة النجم والتي في سورة التكوير، أنه عليه أفضل الصلاة والسلام قال: ذلك جبريل لم أره في صورته التي خلقه الله عليها إلا مرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. وهذا يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يراه في سائر المرار في صورة غير صورته الحقيقية، بحيث كان يتمثل للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في صورة غير الصورة التي خلقه الله تعالى عليها، وإنما هو في هاتين المرتين رآه عليه أفضل الصلاة والسلام رؤية واضحة في صورته التي خلقه الله عليها، وقد كان سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. وإنما كان من لطف الله تعالى بعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبغيره من أنبيائه الذين يرون الملائكة، كان من لطف الله سبحانه وتعالى بهم أن الملائكة كانت تتمثل لهم في صورة في صور تطيقها القوى البشرية، و
وجاء في كتاب الله ما يدل على أن لهؤلاء الملائكة أعمالا مختلفة، فمنهم الكرام الكاتبون وهم المقصودون في قوله سبحانه وتعالى: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول سبحانه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأن هناك ملائكة موكلون بقبض أرواح بني آدم، وعلى رأس هؤلاء عزريل، وهو الذي عناه الحق سبحانه وتعالى حيث قال: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ودلت الآية الأخرى على أن هناك أعوانا له من جنس الملائكة، إذ يقول عز وجل: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وجاء أيضا في الكتاب العزيز ما يدل على أن هناك طائفة من الملائكة تتولى توجيه بني آدم. يفهم ذلك مما ذكره الله سبحانه وتعالى في قصة مريم عليه السلام، فإن تلك المقاولة أو ذلك القول إنما كان إلهاما ألهمه الله سبحانه وتعالى مريم بواسطة هؤلاء الملائكة. وجاء في الحديث ما يدل على ذلك، فقد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمذي وغيره: إن للملك لمة بابن آدم وإن للشيطان لمة. فأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، وأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق. فمن وجد الأولى فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. وفي كتاب الله ما يدل على أن من الملائكة رسلا، على أن من الملائكة رسلا يصطفيهم الله سبحانه وتعالى، وهم الذين يرسلهم إلى أنبيائه بل وإلى من يشاء من خلقه. الله يصطفي من الملائكة رسلا، ومن بين هؤلاء جبريل عليه السلام، كما يدل عليه قول الله سبحانه: فإنه نزله على قلبك بإذن الله. أي جبريل، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، وهو الروح الأمين الذي يقول فيه سبحانه: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. في هذا ما يدل على أن هذا الوحي الذي أوحاه الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم نزل به جبريل. يفهم من الآيات ومن الأحاديث النبوية أن الملائكة كما قلت جنس مستقل، وأن هذا الجنس من جنس العقلاء، فهم ذوات عاقلة وليسوا صفات لذوات عاقلة، بل وهم
ليسوا من جنس الكائنات غير العاقلة، فهم من جنس العقلاء، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل لهم طبائع خاصة، فهم كما أخبر عنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فهم لا يسأمون، فإن استكبروا فالذين عند ربك لا يستكبرون، يسبحون الليل والنهار لا يسأمون، فالذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. طبيعتهم تقتضي عدم السأم، فهم لا يسأمون، وهم لا ينامون كما تقتضيه هذه الآية، وهم لا يأكلون ولا يشربون، لا يتغذون بالغذاء المادي، إنما غذاؤهم ذكر الله سبحانه وتعالى. هم خلق من خلق الله، لا يجوز أن يوصف أحد منهم بالربوبية، ولا يوصف أحد منهم بالبنوة لله سبحانه وتعالى، كما قالت الملائكة، كما قالت الجاهلية الملائكة بنات الله، لا، بل هم عباد لله سبحانه، بل عباد مكرمون. ولا تفرز أجسامهم الفضلات الطبيعية التي تفرزها أجسام البشر وسائر الكائنات الحية، ووجود خلقا من هذا النوع لا يبعده العقل، فبحسب الإنسان أن يرى أسرار الله سبحانه وتعالى في هذه المخلوقات التي يشاهدها. نحن نعلم أن في طوايا هذه المخلوقات التي نشاهدها أسرارا عجيبة لا يمكن أن يحيط بها العقل البشري، إنما يرى العقل البشري ظواهر هذه الأسرار، أما إحاطته بها فذلك أمر مستحيل. هذه النواة الصغيرة تخرج منها هذه النخلة الباسقة التي تثمر هذه الثمرات المتتابعة، الخلية المهينة الصغيرة التي لا تبصر، لا تكاد تبصر حتى بأشعة مجهر، يخرج منها هذا الإنسان العاقل السميع البصير المفكر المتصرف بحسب ما جعل الله سبحانه وتعالى له من طاقات في حدود طبيعته. هذه الكهرباء لا نعلم حقيقتها، ومع ذلك فإننا نستفيد بنورها، ونستفيد بطاقتها الحرارية، ونستفيد بتبريدها، ونستفيد بتحريكها للآلات، كل ذلك من أسرار الله سبحانه وتعالى في هذه المخلوقات المحسوسة، أسرار لا تكتنهها عقول البشر. فإذا لا يستغرب أن يكون لله سبحانه وتعالى خلق خلقوا من نور، ولهم طبائع مخصوصة تختلف عن طبائع البشر، وهم قادرون على التشكل كما أرادوا حسب ما أذن الله عز وجل، وأنهم لا يسأمون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يحتاجون إلى نوم ولا يحتاجون إلى غذاء مادي، كل من ذلك أمر جائز عقلا، وقد دل الشرع على وقوعه، فيجب علينا أن نسلم ونخضع ونصف الملائكة بما وصفهم الله سبحانه وتعالى به.
وبما وصفهم به رسوله الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم. والعلماء درجوا على هذا المعتقد، كل العلماء الإسلاميين على اختلاف مذاهبهم الفقهية والعقائدية درجوا على ذلك إلى أن طغت موجة إلحادية في البلاد الإسلامية من جراء البعثات التعليمية التي أوفدت إلى أوروبا وهي خالية من تعاليم الإسلام، فرجعوا من هناك، رجع أولئك الطلاب الذين ابتعثوا إلى هناك بأفكار مادية بحيث لا يؤمنون بما وراء العالم المحسوس، وكانوا يعتقدون أن الدين عدو للعلم، وأن بإمكانهم أن يحطموا هذا الدين الإسلامي حتى يتلاشى بمطارق العلم الحديث، كما تحطمت العقائد النصرانية وذابت تحت وهج العلم. وما أدركوا أن ثم فارقا بين العقيدة الإسلامية الصافية الناصعة التي جاء بها القرآن الكريم وثبتت بها السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وبين معتقدات النصارى التي هي نسيج من الأوهام. اشتد العداء للدين من قبل كثير من أولئك الشباب المبتعثين، وكانوا ينتظرون اليوم الذي يقضى فيه على هذا الدين الذي يعتبرونه ضربا من ضروب الخيال وفنا من فنون الأوهام. في مقابل هذا التيار كان في البلاد الإسلامية تيار آخر، وهو التيار الخرافي الذي يجعل من الخرافات حقائق دينية مسلمة، وهذه الخرافات بطبيعة الحال لا تتفق مع الواقع ولا تتفق مع العلم. شاعت خرافات متعددة، شاع بأن الإنسان إذا بلغ مرتبة ما من عبادة الله سبحانه وتعالى يمكن أن يتصرف في هذا الكون، ويمكن أن يفعل، ويمكن أن يحرك الكون، يمكن أن يقول للسماء انشقي فتنشق، يمكن أن يقول للأرض انشقي فتنشق، يمكن أن يقول النهر غر فيغور إلى آخره. وبجانب ذلك ألصقت بتفسير القرآن الكريم إسرائيليات بعيدة عن ما جاء به الدين الحنيف، فتجد في كتب التفسير أن المطر ينزل من شجرة تحت الجنة، وأن السحاب إنما هو غربال لهذا المطر، وأن قطرات المطر التي تنزل من السماء إلى السحاب هي في حجم الجمال ولكنها تتبدد، فتنزل في حجمها الحالي بسبب تفرقها في هذا الغربال إلى آخر ما كان يقال، ويعتقد بأنه حق. ما بين هذين التيارين نشأت المدرسة الإصلاحية التي كان على رأسها السيد جمال الدين الأفغاني، الذي زار مصر في الربع الأخير من القرن الثالث عشر الهجري، وقد التفت حوله شبيبة
من المصريين على رأسهم الأستاذ العملاق الإمام محمد عبده. وعندما خرج جمال الدين الأفغاني من مصر قال: تركت فيكم محمد عبده. نحن ندين للمدرسة الإصلاحية بمكافحة البدع والخرافات، لها الفضل في ذلك، كما أن لها الفضل في رد شبه كثير من أعداء الإسلام من المستشرقين اليهود والنصارى والملاحدة. ولكن مع ذلك وقعت المدرسة الإصلاحية في إحراج عظيم عندما واجهت هذين التيارين، فأرادت أن تفسر الدين تفسيرا تقبله عقول أولئك الماديين الذين لا تستسيغ عقولهم إلا ما كان أمرا معهودا، ما كان واقعا تحت التجربة أو تحت الحس. فدفع ذلك بالإمام محمد عبده إلى القول بأن قصة آدم عليه السلام التي ذكرها الله سبحانه وتعالى إما أن يفوض فيها ولا يقال فيها بشيء، وإما أن تؤول هذه القصة على أنها تمثيل، أي كانت قصة تمثيلية. والقول بأن ما ذكره الله سبحانه وتعالى من قول وجهه إلى الملائكة ومن جواب من الملائكة ومن رد الله تعالى عليهم ومن كل ما وقع مجرد تمثيل، هذا القول يؤدي إلى فتح الباب للذين يريدون أن يكذبوا بالنبيين إلى القول بأن كل ما جاء في القرآن من قصة نوح وهود وصالح وشعيب وغيرها لم يكن ذلك كله إلا تمثيلا، كما يؤدي أيضا إلى رد جميع أخبار الله سبحانه وتعالى بأن تحمل هذه الأخبار على التمثيل. وفي تجويز الإمام محمد عبده لأن تكون هذه القصة مجرد تمثيل توطئة لما أراد أن يقرره من بعد، بعد ذلك بيّن بأن القرآن الكريم والسنة النبوية دل على أن للملائكة تأثير في خواطر الخير التي تخطر للإنسان، كما أن للشياطين تأثيرا في خواطر الشر. فإذا ندرك من هذا حسب ما قال بأن الملائكة إنما هي كائنات روحانية، أي هي أرواح مجردة ليست أجسادا، ليست لها أجساد، لأنها لو كانت لها أجساد لاتصلت بأجسادنا عند الإلهام، كما أن الشياطين لو كانت لهم أجساد أيضا لاتصلت أجسادهم بأجسادنا عند الوسوسة. ولكن بما أن هذا التأثير تأثير روحاني فيجب أن يقال في هذين الصنفين بأنهما صنفان روحانيان فحسب. كانت هذه الخطوة هي الخطوة الأولى التي خطاها ليقرر ما يريد أن يقرره.
بعد هذا ذكر بأن في الكائنات المختلفة التي نشهدها خاصيات، هذه الخاصيات هي من أسرار الله سبحانه وتعالى فيها، فهذه البذرة التي تخرج منها شجرة، هذه البذرة فيها خاصية أودعها الله سبحانه وتعالى فيها، وبسر هذه الخاصية تخرج منها هذه الشجرة وتنمو. فإذا لا يستحيل أن يقال بأن المقصود بالأرواح والمقصود بأن المقصود بالأرواح والمقصود بالملائكة هذه الخاصيات التي أودعها الله سبحانه وتعالى في هذه الكائنات الأرضية، وأن هذه الخاصيات جعلها الله سبحانه وتعالى مسخرة للجنس البشري، سخرت هذه الخاصيات للجنس البشري بحيث تصرف الإنسان في هذه الأرض وما فيها من المنافع، فاستغل منافعها ودفع مضارها وتمكن من قضاء حاجته فيها. هذا التسخير هو المراد بسجود الملائكة لآدم الذي أخبر الله تعالى عنه. طبعا الرأي للإمام محمد عبده ليس رأيي، وإنما كانت هناك قوة لم تتسخر لآدم عليه السلام، هذه القوة التي هي التي سماها الله تعالى إبليس، وهذه القوة هي التي لزت بهذا العالم لزة، وهي التي ترجع بالموجود إلى العدم وتقطع سبيل وتقطع سبيل الباقي حتى يعود إلى الفناء، يعني تقطع سبيل الكائنات عن البقاء حتى تعود إلى الفناء، وتثني الإنسان عن عمل الخير إلى عمل الشر، ويقول بأن هذه القوة هي القوة التي ضللت أناسا كثيرين فقالوا بأن هناك إلها للشر، وليست هي بإله ولكنها محنة من الإله. وفي هذه الخطوات كلها كان تلميذه السيد رشيد رضا يخطو معه هذه الخطوات، بل يقرر كلامه ويستدل له أحيانا ويرد حجج خصومه أحيانا أخرى. والسيد رشيد رضا أراد أن يوفق ما بين كلام الإمام محمد عبده في الخواطر الخيرية والخواطر الشرية، فإن الإمام محمد عبده سوغ أيضا أن تكون خواطر الخير هي الملائكة وخواطر الشر هي إبليس أو هي الشياطين. أراد السيد رشيد رضا أن يوفق ما بين كلام هذا وبين كلام الإمام غزالي في عجائب القلب من كتاب إحياء علوم الدين مع التباين الذي بين الكلامين، فإن كلام الإمام غزالي واضح لمن تأمله، واضح في أن مراده بأن هذه الخواطر
الخيرية هي من سبب الملائكة وليست هي عينها الملائكة، والخواطر الشرية هي من الشيطان وليست هي عينها الشيطان. وضرب مثلا لذلك، ضرب مثلا ما يتأثر به الجدار عندما توقد النار، ما يتأثر به الجدار من الدخان فيسود، وما يتأثر به الفضاء من الضوء فيستنير. فإن الذي يتأثر به الدخان، فإن الذي يتأثر به الجدار فيسود غير الذي يتأثر به الفضاء فيتنور. وكذلك الخواطر الخيرية تختلف عن الخواطر الشرية. فالخواطر الشرية منشأها من الشياطين، والخواطر الخيرية منشأها من الملائكة. هذا الذي قصده الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين. وأراد الإمام محمد عبده بعدما قرر الذي قرره من أن هذه الخصائص يحتمل أن تكون هي الملائكة، أن يردم الفجوة التي بين الذين لا يؤمنون بالغيب والمؤمنين بالغيب. فقال بأن هذه الخاصية يسميها الذي لا يؤمن بالغيب قوة طبيعية، والمؤمنون بالغيب يسمونها روحا ويسمونها ملكا. فلو تسامح هؤلاء الذين يؤمنون بالغيب ولم يتقيدوا بالألفاظ لوافقوا على تسميتها قوة طبيعية، لأنها باعتبار أثرها الظاهر هي قوة طبيعية، وباعتبار خفائها هي روح وهي ملك. ولو تسامح أيضا هؤلاء الذين لا يؤمنون بالغيب واقتربوا قليلا لأدركوا الحقيقة وآمنوا بالملائكة الذين أخبر الله تعالى عنهم. بعد هذا الكلام ذكر السيد رشيد رضا بأن قصد الأستاذ بما قرره هنا أن يعرض الدين للذين لا يؤمنون به في الصورة التي يفهمونها، وتستسيغها عقولهم. يقول: وقد اهتدى بذلك كثيرون، وضل به قوم آخرون فأنكروا عليه. ما الذي، ما قصده بالقوم الآخرين الذين ضلوا؟ هم الذين لم يوافقوا الإمام محمد عبده على رأيه هذا. فإن كثيرا من العلماء بحكم ما رسخ في نفوسهم من الاعتقاد الصحيح بأن الملائكة جنس له ذوات مستقلة، جنس له حقيقة تختلف عن بقية الحقائق التي نشاهدها، أنكروا هذا الرأي. وإنكاره ضرورة. هنا التهبت عاطفة الإمام محمد عبده وانفعل، فرد على هؤلاء ردا نقله السيد رشيد رضا بنصه في المنار. هذا الرد أقرب إلى العاطفية منه إلى الموضوعية. فإن من يتأمله يجده منصبغا بلون من انفعاله الشديد، ومتوقدا بنار عاطفته الجياشة.
وكانت كلمات هذا الرد كلمات قاسية مما جاء في هذا الرد. يعني لا أدري ما الذي فعلت العادات والتقاليد بعبدة الألفاظ حتى أبوا من قبول هذا التفسير للملائكة، ولو سئل هؤلاء عما يعتقدون لوقعوا في إحراج عظيم بحيث لا يمكنهم أن يجيبوا عليه، مع أن الإسلام هو الإذعان التام الذي يشترك فيه العقل والوجدان وتنقاد له الأركان. وأي إذعان يحصل إذا كان الإنسان يتحدث بما لا يعرف؟ فغاية ما يقول هؤلاء إذا سئلوا عن الملائكة بأنهم أجساد نورانية قابلة للتشكل. وهذا الكلام نفسه كلام غير منطقي، كلام لا يستسيغه العقل، فإن النور لا يقوم بنفسه، بل لا بد من أن يكون قائما بغيره، يقوم بجرم كثيف وتشكل الأجساد أمر غير مقبول. ثم إن هؤلاء يقولون بأن ملائكة في الأرض وملائكة في السماء، فلو سئل هؤلاء أين أماكن ملائكة الأرض كيف يمكنهم أن يجيبوا؟ هل يحسون بأثر من اقتراب الملكين اللذين يكتبان أعمالهم حولهم؟ هل يشهدان النور الذي يتلألأ من وجود هذين الجسدين النيرين المخلوقين من النور؟ هل يعني بإمكانهم أن يعرفوا كيف تنقلات هؤلاء؟ إلى آخر ما قاله. هذا كلام على أي حال ليست فيه حجة في رعد المعتقد الصحيح. كون الملائكة خلقوا من نور أمر غير مستحيل، فالله سبحانه وتعالى أخبرنا عن الشيطان بأنه خلق من النار. حكى الله تعالى قول إبليس لعنه الله: خلقتني من نار وخلقته من طين. وقرر هذا القول ولم يرده. وقال الله تعالى: والجان خلقناه من قبل من مارج من نار. فإذا الجان خلقوا من نار، والنار كالنور. بحسب معرفة الناس النار كالنور، لا تقوم النار بنفسها، بل لا بد من أن تشتعل في جسم كثيف تشتعل فيه. هذا هو المألوف في النار. فإذا كما أن هذا الكيان حصل، كيان الشياطين، وقد خلقوا من نار، فإذا لا يستحيل أن يخلق الله سبحانه وتعالى الملائكة من نور. لا يتعذر أن يكون هؤلاء الملائكة قادرين على التشكل لما أودعه الله سبحانه وتعالى فيه من الطاقات. وقد تعجبت كثيرا لأن السيد رشيد رضا الذي يوافق أستاذه الإمام محمد عبده على هذا الرأي الشاذ في الملائكة ويقر بنفسه أن الذين يقولون بأن الملائكة أجساد نورانية قابلة للتشكل ينطقون بما لم يكن مفهوما تسليما منهم بغير علم، يقرر ذلك في تعليقه على المنار، نجده بنفسه
يأتي ببعض العجائب من الأمور غير المقبولة التي تناقض رأيه هذا. السيد رشيد رضا في حاشية له على كتابه الوحي المحمدي ذكر قصة على حسب ما ذكر وقعت في باريس. هذه القصة غير مقبولة شرعا، قصة غير مقبولة شرعا. ذكر أن أحدا من الناس حضر في مجلس تحضير الأرواح، فأحضرت روح امرأة فرنسية ظهرت أولا على شكل ضباب أو غبار، ثم تشكلت ثم تكثفت حتى صارت جسما جميلا ناعما مغريا. وأحد الحاضرين هناك طلب منها، أي من هذه الروح التي ظهرت في جسم هذه المرأة الجميلة، طلب منها أن تعطيها، طلب منها أن تعطيه قطعة من ثيابها، وكانت تلبس حسب ما يبدو ثيابا بيضا براقة، فاقتطعت لها قطعة من ثوبها وما عادت، وما لبثت أن عادت مكانها أخرى حتى عاد الثوب كما هو. فذهب هذا الإنسان إلى مصانع النسيج لباريس وسألهم، سأل أصحاب هذا المصنع: هل يوجد مثل هذا الثوب المهلهل عندكم؟ قالوا: لا، إلا إن ابتكر صنع. هذه القصة غير مقبولة شرعا. هذه المرأة التي أحضرت روحها، هل هي حية أو هي ميتة؟ إن كانت هذه المرأة حية فكيف تبقى حية وقد أخرجت منها روحها؟ وإن كانت ميتة فأدنى لأحد أن يكون له سلطان، لأن لأحد أن يكون له سلطان على روحها. والله تعالى يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ويقول الله سبحانه وتعالى: وكم أهلكنا من قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركسا. على كلا الأمرين تحضير الأرواح مستحيل، وإنما هذه الشياطين تحضر لتضلل الناس. وهذا من الدليل على أن الشياطين أيضا يتشكلون. وذكر قصة أخرى في معرض الحديث عن الصوفية بأن أرواحهم تتجرد أحيانا، وذكر بأن ممن وقع له ذلك ابن عربي وقضيب البان. وذكر من عجائب قضيب البان أنه طلب لحضور محاكمة ضده مرة، جاء إليه أحد من قبل الحاكم ليخرجه إلى المحاكمة، فإذا به يملأ البيت الذي هو فيه ولا يمكن أن يخرج من الباب. فإذا كان يثبت لإنسان بأن جسده يتضاعف حتى يملأ البيت الذي هو فيه ولا يمكن أن يخرج من الباب أو أن يخرج من الباب
فكيف يجعل من المستحيل الملك الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى الطاقات التي لم يعطها للإنسان بأن يتشكل وينتقل من شكل إلى آخر؟ ثم إذا جئنا إلى آيات القرآن الكريم وجدنا هذه الآيات كلها تدل على أن الملائكة لا يمكن أن يفسروا بأنهم خاصيات في الكائنات الموجودة أو أنهم أرواح، وإنما الآيات تدل على أن الملائكة هم ذوات عاقلة، لأن وصفهم وصف عقلاء. فالله تعالى يقول: جاء للملائكة رسلا أولي أجنحة. لفظة أولي لا تستعمل إلا في جنس العقلاء. ويقول الله سبحانه وتعالى: بل عباد. الخاصيات لا توصف بهذا اللفظ، لفظ عباد، لا يقال بأنها عباد، لا تسمى عبادة. بل عباد مكرمون. مكرمون جمع مذكر سالم، خاص بالعقلاء، لا يسبقونه بالقول، لا يسبقونه. هذا وصف لا يكون إلا في العقلاء. الصيغة هذه لا يمكن إلا أن تكون في العقلاء، لا يسبقونه بالقول، وهم بأمر يعملون. هذه الصيغة أيضا لا تكون إلا في العقلاء، يعلم ما بين أيديهم، هذه الصيغة في العقلاء، وما خلفهم، هذه الصيغة أيضا خاصة بالعقلاء، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، صيغة يشفعون هذه خاصة بالعقلاء، وهم هذه أيضا صيغة خاصة بالعقلاء، من خشيته مشفقون، هذه الصيغة خاصة بالعقلاء، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، هذه الصيغ خاصة بالعقلاء. هذه الأوصاف كلها إنما هي أوصاف العقلاء. والإلهام لا يلزم أن يكون باتصال الجسد بالجسد، فإن هذا الإلهام إنما هو بما أودع الله سبحانه وتعالى في الملائكة من طاقات روحانية لا تكتنهها عقول البشر، بل جعل الله سبحانه وتعالى هذه الطاقة الروحانية في بعض البشر أنفسهم. فالتنويم المغناطيسي بماذا يفسر؟ كيف يستطيع أحد أن يؤثر على أحد حتى ينام؟ هل يتصل بجسده؟ لا. بل قرأت في أحد الصحف بأن التنويم المغناطيسي يحصل حتى بالاتصال بالهاتف. والله سبحانه وتعالى أخبر عن إبليس بأنه من جنس الجن، وحكى قوله: خلقتني من نار وخلقته من طين. وأخبر سبحانه وتعالى عن وسوسة الشيطان للإنسان، فهل هذا الإنسان الذي يوسوس له يشعر بحرارة نار الشيطان؟ لا يشعر. فما دمنا نحن لا نشعر بحرارة نار الشيطان عند اتصاله بنا للوسوسة والعياذ بالله من شره، فكذلك إلهام الملك إنما يكون من غيره، اتصال من الملك بالإنسان اتصالا جسمانيا، وإنما هو اتصال روحاني. ولا ينافي ذلك أن يكون للملك جسم نوراني، كما دل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن الملائكة خلقوا من نور. فالإيمان بالملائكة إيمان بعالم مغيب،
وعلينا أن نؤمن بهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى. والإنسان نفسه يحس بإلهام الشيء الذي لم يكن يتصوره من قبل عندما يتردد بين أمرين، بين أن يفعل أو أن لا يفعل. يحس أحيانا بالإلهام كأن زاجرا يزجره عن الفعل، فإذا به يرى أن ذلك الفعل مغبته سيئة، أو أن دافعا يدفعه إلى الفعل فيرى أن ذلك الفعل مغبته حسنة. هذا من الإلهام الذي يكون بواسطة هؤلاء الملائكة كما أراد الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نؤمن بالملائكة إيمانا جازما بأن الملائكة هم كما أخبر الله تعالى عنهم عباد مكرمون، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأنهم موكلون بأعمال مختلفة، وأنهم يطيعون الله سبحانه وتعالى في كل ما أمرهم به وفي كل ما نهاهم عنه. أما ما ذكر في كثير من كتب التفسير من قصة هاروت وماروت، القصة المفتراة بأنهما زنيا بامرأة كان ملكين وزنيا بامرأة إلى آخر ما ذكروه، فإن ذلك باطل لا يجوز قبوله أبدا لمنافاته ما وصف الله سبحانه وتعالى به الملائكة. وهذه من دسائس اليهود، وقد حشيت مع الأسف كتب التفسير من دسائس اليهود، وقد نبهت على ذلك في درس التفسير في تفسير هذه الآية الكريمة، وأرجو أن أوفق لتدوين ما قلته، وبينت أن ما قيل من ذلك لا أساس له من الصحة، لم يثبت سنده بجانب مخالفته للنصوص القاطعة التي لا تقبل التأويل في أن الملائكة منزهون عن مثل هذه الرذائل، فهم ليست فيهم شهوات، جعلهم الله سبحانه وتعالى مجردين من الشهوات كما جرد البهائم من العقول. ولذلك كان الإنسان كما يقول بعض العلماء، الإنسان الذي يقوى على شهوته فيضبطها خيرا من الملائكة، لأن عقله رجح على شهوته، بخلاف الذي تقوى شهوته عليه فتسخر عقله، فهذا شر من البهائم، لأن البهائم خلق الله سبحانه وتعالى لها شهوات ولم يخلق لها عقولا. وفي الدرس الآتي سنوالي حديثنا إن شاء الله عن الإيمان بالملائكة، ونتحدث عن الفائدة التي يستفيدها الإنسان في إيمانه بهذا العالم من خلق الله سبحانه، سائلين الله عز وجل التوفيق لما فيه رضاه، وأن يجنبنا كل ما فيه سخطه، وأن يأخذ بأيدينا إلى الخير والهداية والرشد، إنه ولي التوفيق. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. والآن افتح المجال للأسئلة، بشرط أن تكون الأسئلة في نفس الموضوع، لا تخرج عن موضوع الدرس، لئلا يستمر من الوقت، أو لئلا لا نتمكن من الإجابة على بعض الأسئلة المهمة التي تتعلق بالدرس. الأسئلة محصورة في موضوع الدرس فحسب. سيدنا خلينا أحسن كتبوا أسئلتهم. تفضل. الله بارك تعالى إن
من الذين قالوا ربنا الله فاستقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهل نزول الملائكة إلى هؤلاء العباد حسيا أو معنويا؟ وكيف تلقون هذا القول؟ نعم. سؤال عن قول الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهذه أو هاتان الآيتان من الآيات التي تدل على أن الملائكة ليس كما يقول الإمام محمد عبده أيضا الآيات من الآيات الدالة على أن الملائكة كما قال السلف لأنهم عباد وأنهم خلق مستقلة ذواتهم ولهم صفات خاصة. الله سبحانه وتعالى أخبر هنا بأن الذين قالوا ربنا الله أي الذين آمنوا واستقاموا على الإيمان تتنزل عليهم الملائكة مبشرة بالجنة ألا تخافوا ولا تحزنوا. جاء في حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن المؤمن عندما يحضر أي عندما تأتي الملائكة لقبض روحه يبشر بالروح والريحان وهذا يجعله يتشوق للقاء الله سبحانه. جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة كلنا يكره الموت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الأمر كذلك ولكن المؤمن عندما يحتضر يتلقى البشرى من الملائكة بالروح والريحان فإذا في هذا الوقت تتنزل الملائكة على المؤمنين ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ويبشرونهم بأنهم أولياؤهم في الحياة الدنيا بحيث يسددونهم ويلهمونهم الخير وأولياؤهم في الآخرة يوم يتلقونهم ليقودوهم إلى الجنة. فالله سبحانه وتعالى قال إن الذين اتقوا إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة يوم القيامة وتتلقاهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وتتلقاهم الملائكة ألا نعم هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يعني الله سبحانه وتعالى جعل الملائكة مبشرة للإنسان عند قبض روحه إذا كان مؤمنا مبشرة له عند قبض روحه كما جعل الملائكة أيضا يتلقونه يوم القيامة. السائل يقول هناك أدلة عقلية ونقلية لوجود الملائكة بالنسبة لنا نحن المسلمين فهل نقدم الدليل النقلي على الدليل العقلي رغم أننا بحاجة إلى الدليل العقلي لإثبات وجود الملائكة لغير المسلمين؟ الدليل العقلي كما قلت هو دليل تجويز وجود الملائكة. الدليل العقلي هو دليل تجويز وجود الملائكة والدليل النقلي هو دليل إثبات وجود الملائكة. فنحن لا نستغني عن الدليل العقلي ولا نستغني عن الدليل النقلي، نؤمن بالنقل حقا من عند الله ولكن هذا النقل لم يأتي أبدا مصادما للعقل. كل ما جاء في كتاب الله وفي السنة الصحيحة هو منسجم تمام الانسجام مع العقل السليم ليس مع كل العقول مع العقل السليم. فالعقل الباقي على الفطرة يتفق أو يستسيغ كل ما أخبر الله تعالى عنه وما أخبر عنه الصادق الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم.
إذا تحدثنا أن الذين لا يؤمنون بعالم الغيب يجب قبل كل شيء أن نتحدث إلى هؤلاء في يعني في القضية الكلية قبل أن ندخل في الجزئيات. نحاول أن نثبت لهم بأن هنالك عالما غيبيا لا يقع تحت الحواس. نثبت أولا نثبت وجود الله سبحانه وتعالى بأدلة وجود هذا الخلق، وجود هذا الكون بأسره الذي تنطق كل ذرة من ذراته بأنها محتاجة إلى الخالق سبحانه وتعالى، وأن لها خالقا مبدعا مكونا واحدا ليس كمثله شيء، كل ذرة من ذرات الكون تنطق بذلك. نثبت لهم أدلة من هذا الكون. بعد ذلك ندخل في إثبات النبوات. بعد إثبات النبوات نتحدث عما جاءت به النبوات من أخبار عالم الغيب إليهم، ونبين لهم أن كل ما جاء في هذه من أخبار النبوات لا يصطدم مع العقل أبدا. السؤال الآخر يقول السائل: قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قرأت في بعض التفاسير في تفسير قول تعالى على لسان الملائكة: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أن الملائكة كانت تطمع بأن تكون لها الخلافة، وذلك بحكم عبادتها لله وطاعتها له، فهل هذا صحيح؟ في الواقع هذا لم يكن اعتراضا من الملائكة على الله عز وجل أبدا، ليس اعتراضا من الملائكة على الله، وإنما كان هذا استطلاع منهم للحكمة، يريدون أن يعرفوا حكمة الله سبحانه وتعالى، لأنهم عرفوا طبيعة هذا المخلوق، أدركوا من طبيعة هذا المخلوق من حيث أنه له إرادة وفيه شهوة وتتجاوز به نوازع متعددة وتدفعه دوافع مختلفة. أدركوا أن من طبيعة هذا المخلوق أن يتمرد ويعصي الله عز وجل. لما أدركوا ذلك أرادوا أن يعرفوا حكمة الله، فقالوا: أتجعل فيها لا على سبيل الاعتراض ولكن لأجل الاطلاع على حكمة الله، طلبوا معرفة حكمة الله سبحانه وتعالى، فأجابهم الله بما أجابهم به: إني أعلم ما لا تعلمون. فالقول بأنهم كانوا طامعين في الخلافة إلى ماذا الدليل على ذلك؟ وقولهم: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نحن نسبحك ننزهك عن الأعمال التي هي عارية عن الحكمة، ننزهك يا ربنا عن شيء لا يتفق مع الحكمة. فمن هنا نريد أن نعرف ما هي الحكمة، كانوا يتطلعون إلى الحكمة. هذا سؤال يقول: هناك كثير من الناس يؤمنون بالسحر، ومن أمثلة ذلك ظهور الميت بعد وفاته، بل ويؤمنون كل الإيمان ويؤمنون بها كل الإيمان، وربما تكون القصة التي ذكرها محمد رشيد رضا عن الشخص الذي أحضر روح المرأة بحيث جعلها بعد ذلك على صورة إنسان جميل هي من فعل السحر الذي يستخدم فيه الشياطين. نرجو توضيح هذا الأمر. السحر الثابت هو سحران، السحر الذي تحدث به القرآن الكريم، تحدث القرآن الكريم عن السحر
الذي كان من سحرة فرعون في مواجهة دعوة موسى عليه السلام، وهي التخيل، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وهذا السحر موجود إلى الآن. هذا شيء أنا بنفسي شاهدته، شاهدت أنواع من السحر الخيالي. طبعا الشياطين يساعدونهم على هذا. في الصين شاهدت إنسان جاء بورقة ولوى الورقة هكذا، ثم صب في هذه الورقة حليب من إناء، وكان الصب واضح ظاهر، ثم بعد ذلك بعد ما لوى الورقة نشرها، فإذا بطائر يطير، تحول الحليب تحول الحليب إلى طائر. شاهدتهم أيضا جاءوا بصندوق كبير، وجاءوا براديو وغطوا هذا الراديو بالصندوق بعد ما فتحوه، وكان المذيع يذيع في الراديو. بعد ما غطي ارتفع الصوت، ثم بعد ذلك كشف الصندوق فإذا بفتاة تقفز. هذا السحر الخيالي تحدث عنه القرآن الكريم. هناك نوع آخر من السحر الذي تحدث عنه القرآن الكريم، وهو أيضا تأثير روحاني، وهو الذي يمكن للساحر أن يفرق بين المرء وزوجه. أخبر الله تعالى أنهم يفرقون بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا السحر، هذا التأثير بإذن الله سبحانه وتعالى، لكنه واقع. أما أن يتسلط أحد على أحد فيخفيه عن الأبصار، ثم من بعد ويظهر للناس أنه ميت وهو في الواقع غير ميت، هذا شيء ما دل عليه دليل أبدا. وكل القصص التي تقال من هذا القبيل هي قصص خرافية لا أساس لها من الصحة أبدا. بنفسي أنا تتبعت قصتين من هذه القصص وما وجدت لها أساس من الصحة. قضية تأثير روح تحضير الأرواح من جملة الخيالات التي يعني من أقوال الشياطين، من معونة الشياطين للناس. السائل يسأل يقول: لقد قلت بأن المدرسة الإصلاحية بدأت في مصر بمحاربة البدع والخرافات، وكان الزعيم هو جمال الدين الأفغاني، وبعد سفره تبنى ذلك محمد عبده، فهل كان جمال الدين هو أساس فكر محاربة البدع والخرافات، أم أنها فكرة محمد بن عبد الوهاب التي انتقلت إلى مصر؟ في الواقع جمال الدين الأفغاني إلى الآن أقول عن الحقيقة التي عندي هو شخصية غامضة. ما عرفت حقيقة أمر جمال الدين الأفغاني، هو لغز من الألغاز، لأني أنا كنت أعتقد بأن هذا الرجل مصلح، إلا أني وطبعا أرسى دعائم مدرسة الإصلاح، ولا يشك أنه قام بدور إصلاحي، لا يشك في هذا عندما كان بمصر، لكن كانت تصرفاته تصرفات غريبة من نوعها بعدما خرج من مصر، لأنه أحيانا حسب ما قرأت في تاريخه الذي كتب بأقلام الأفغان أنفسهم، أنه كان تارة يريد أن يرتبط بالإنجليز لمحاربة الروس القياصرة، وتارة يريد عندما ييأس من هذه الناحية يريد أن يرتبط بالروس لمحاربة الإنجليز. فيتبين من هذا أن الرجل كان متذبذب، ما مستقر على فكر معين وعلى منهاج معين. أما بالنسبة إلى الفكرة الوهابية
ما أظن في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وصلت إلى مصر. هذا أخيرا. طبعا هم ضد تعظيم المقابر وتقديسها وتقديم النذور والقرابين إليها، ولكن طبعا هذه الفكرة هي التي جاء بها الإسلام من أول أمر قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب. يعني فكرة تنزيه الناس، وإنما الناس أحيانا يتأثروا بتعظيم من جراء الخرافات التي يعيشون فيها والأوهام التي تسيطر على أذهانهم، يذهبون يطلبون الشفاء من قبر أو من عين أو من نهر أو من كذا أو من كذا. وإلا فالمسلمون من أول الأمر كلهم يحاربون هذه الفكرة. السائل يقول: نقرأ ونسمع عن مسألة الأطباق الطائرة وقد اختلف فيها ما بين مصدق ومكذب، ما حقيقتها؟ وإذا كانت تدل على وجود عالم من العوالم، هل تعتبر دليلا على من ينكرون وجود الملائكة وغيرها من العوالم الغيبية؟ أقول: سمعت كما سمعتم ولا أدري حقيقة الأطباق الطائرة، ومن قال لا أدري فقد أفتى. ما أعرف حقيقة الأطباق الطائرة، ولا أعرف هل هي حقيقة واقعة أو مجرد نسيج من الخيال، وهل هذا الشيء يعني من صنع البشر أو من العوالم الغيبية. الله أعلم بذلك. أين مصير الملائكة الحفظة للإنسان بعد موته؟ وهل هم الذين يشفعون له إن كان ما ارتضاه الله أم غيرهم؟ ثم إن هؤلاء الحفظة هل يلازمون الإنسان في كل أوقاته وفي كل حركاته وسكناته؟ في هذا كلام كثير، والله أعلم. وما لم يدل دليل، إذا لم يدل دليل قطعي على شيء ما يمكن أن نجزم فيه بشيء، نقول نرد العلم إلى الله عز وجل. يقول السائل: من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة وإبليس بالسجود لآدم كما ذكر ذلك في القرآن الكريم، فإذا كانت الملائكة ليست أجسام كيف يتم هذا السجود؟ نعم، كيف تعذب الشياطين إن كانت ليس لها جسم؟ طبعا قلت بأن الأجسام أجسام، الملائكة أجسام والشياطين كذلك لهم أجسام. أما الذين قالوا كما أخبرتكم، الذين قالوا بأن المراد بالشياطين قوة من قوى الشر، والمقصود بالملائكة هي طاقات الخير إلى آخر ما قالوه، قالوا إنما خضوع طاقات الخير للإنسان وتسخيرها له واستعصاء هذه الطاقة الشرية بحيث ما استطاع الإنسان أن يسيطر عليها. هذا الذي قالوا مراد بالسجود، وهذا تفسير بعيد. يقول: قلت إنهم أرادوا الحكمة من هذا الخلق وأنهم عرفوا طبيعة هذا الخلق، فهل الملائكة يعلمون شيئا من الغيب؟ لا يعلمون الغيب، ولكن يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى ألهمهم بأن هذا الكائن بما يودع الله سبحانه وتعالى فيه من الطاقات المتنوعة والطبائع المختلفة لا بد من أن يتمرد على أمر الله. قالوا ما قالوا، ما قالوا ذلك رجما بالغيب، لا. يقال إن أحد الصحابة توفي في إحدى المعارك في ليلة عرس، فقال الرسول: رأيت الملائكة تغسل بين السماء والأرض، فهل هذا من مهام الملائكة؟ ما جاء به الحديث قبلناه، ما جاء به الحديث قبلناه،
وما أسند إلى الملائكة في الحديث أسندناه إليهم. قسم بعض الملائكة بعض العلماء الملائكة إلى روحانيين وكروبيين، فهل هذا التقسيم له مستند من الكتاب والسنة؟ الله أعلم، ما رأيته. طبعا الكتاب يدل على أن الملائكة، الكتاب والسنة يدلان على أن الملائكة أقسام كما قلت، أعمالهم مختلفة، لكن قضية روحانيين هذا الشيء ما رأيته. كيف تكتب الملائكة الأعمال وبماذا؟ الله أعلم، شيء ما تعبد به، علم لا ينفع وجهل لا يضر. وأين يكون مقعده من الإنسان؟ الجواب هو الجواب نفسه، هذا أمر لا يضرنا جهله ولا ينفعنا علمه، إنما علينا أن نحذر كما يراقب أحد من يراقبه وينقل عنه أفعاله، علينا أيضا أن نراقب ملائكة الله تعالى الذين يسجلون جميع أعمالنا. يقول الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. هل كان إبليس من الملائكة؟ دخل إبليس في جملة الملائكة، وإلا فقد أخبر الله تعالى عنه بأنه من الجن، وبتعبده مع الملائكة خوطب بخطابهم لأنه دخل فيهم ضمنا. هذا السؤال تكرر، قصة آدم جاء في القرآن الكريم بأن الشيطان قد خلقه الله من نار، وتوعده سبحانه وتعالى بأن يعذبه فيها، فكيف يعذب في النار وهو خلق منها؟ هذا الجواب، جواب هذا السؤال ينبغي أن يكون جوابا عمليا، كما روي عن أحد أن أحد الملاحدة الذين يكذبون بالقرآن الكريم قالوا مثل هذا القول، قال: كيف يعذب بالنار من خلق من النار؟ فأخذ حفنة من التراب ورمى في عينيه، يعني الحفنة من التراب، فقال: كيف؟ قال: أنت مخلوق من التراب وقد تألمت من التراب، فإذا الذي خلق من النار يتألم من النار. رأيت في منامي ذات ليلة ملك الموت بعد فناء كل مخلوق، ثم سمعت قول الله له: أمت نفسك. فقال: يا ربي كيف أمت نفسي؟ أي نفى عن نفسه القدرة على ذلك، ولكن أجد في بعض التفاسير قصة غير ذلك، وأن الله يأمره بإماتة نفسه فيميت نفسه بقدرة الله، فما صحة هذا التفسير؟ نعم، هو يميت نفسه بقدرة الله، وإن نفى القدرة عن نفسه لا يستغرب ذلك، لأن لا قدرة له إلا بإقدار الله عز وجل، كل أحد لا يستقل بالقدرة، إنما قدرة كل أحد بإقدار الله. السؤال تكرر عن مصير الملائكة بعد: ما حقيقة الكلام الذي يصدر من الملائكة عند الاحتضار؟ هل كلام يخرج من الأفواه مثل كلامنا؟ وكيف يسلم الملائكة على أهل الجنة؟ هل يرونهم عيانا أم يسمعون مجرد صوت فقط؟ نرجو الإفادة. طبعا كلام يخاطبونهم خطابا بحسب ما جعل الله سبحانه وتعالى الملائكة يتحدثون به، يخاطبونهم بنفس آلة الحديث التي يتحدثون بها. وتسليم الملائكة على أهل الجنة، الله سبحانه وتعالى قال: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، هذا دليل على أنهم يرونهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وحسن الخاتمة، ونعوذ بالله من شر المصير في الدنيا وفي الآخرة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.